بعد البرايم الأول خطوات قليلة كتفصل مواهب أورانج تالنتس من تحقيق حلمهم باش يوليو نجوم في الغناء. واليوم غادي نعيشوا مغامرة جديدة مع المشاركين في البرايم الثاني اللي كيضم 20 مشارك وتقسموا العشرة ديال المجموعات، كل مجموعة فيها جوج ديال المشاركين اللي غادي يؤديوا أغنية وحدة، ولجنة التحكيم غادي تختار 10 ديال المواهب اللي غادي يتأهلوا للبرايم الثالث اللي هو نصف نهائي مسابقة أورانج تالنتس. ودابا غادي نتعرفوا على المجموعة الأولى. المجموعة الأولى اللي كتكون من بشرى الوردي من الدار البيضاء وخديجة رهين من أكادير، اللي عندهم طموح باش يمروا بجوج للبرايم نصف النهائي، الشي اللي خلاهم يختاروا أغنية تجي معاهم بجوج، ولقوا أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة هي اللي كتناسبهم. خديجة تبارك الله عليكم، كنتوا هائلين، كان ديو زوين نتنغم، بس المشكل اللي كان في الأول هو الموال، كان زوين مي كطولي بزاف
السفل ما كيبقالكش. خديجة كان عندها الخوف ديال انه خاصها تدخل صح، ولانه هاد الاغنيه دي صعيبه، لانه الريتم ديالها شويه كيخدع الواحد. في نفس الوقت انت هي المول ديالك في الاول، الخامه ديالك ما شاء الله عليها يعني زوينه بزاف، زوينه بزاف. الاحساس ديالك وانت كتعبري وانت كتغني، كل واحده فيكم عندها طريقه ديالها وهي كتوقف قدام المايك. بشرى تبارك الله عليك، كان عندك واحد الاحساس عالي جدا، وحتى انت بالنسبه لك خديجه، غير هو كان عندك شويه المشكله ديال التيمبو، كنتي دائما دايره بالك معاه، فيمكن هذا الشيء كيديروا لو تراك وكيديروا ستريس بزاف ديال الحوايج. مي دو توت فاسون كنتو زوينين واديتوا الاغنيه بشكل جيد، تبارك الله عليكم. ميرسي. لجنه التحكيم كانت معجبه بالاداء ديالهم، لكن التعامل ديالهم مع الموال والفرقه الموسيقيه ما كانش متقون بالشكل الكافي. المجموعة الثانية كتكون من يوسف غازي من مدينة الحسيمة، ويوسف أطول من تطوان. هذا الأخير مهووس بالموسيقى لدرجة أنه داير ميني ستوديو في الدار عنده باش يبقى ديما قريب من الموسيقى. أما يوسف غازي فرغم صغار السن ديالو، إلا أنه كيتميز بكاريزما عالية كتعطيه حضور قوي قدام الميكروفون. أطول. انا اليوم ما غاديش نجي شويه لصالحكم بصراحه، لانه كنت كنتمنى تختاروا اغنيه افضل من هذه. كنا ديجا ذكرنا في هذه المساله، قلنا ودي خاص شي اغنيه اللي كيكون فيها المساحات ديال باش الاصوات ديالكم تبان. يوسف غازي لا كاليتي ديال لا فوا ديالو كانت بريون، مي بار كونتر انت كان عندك سو فوا، كتغني بسو فوا، مي ديتو لا شونسون نورمال عادي. فللأسف أنا بالنسبة لي ما ينفعش كاع الأغنية أنها كانت تتغنى هكا، ولا حتى أنه ما كنعلقوش على الأغنية، ولكن كنعلقوا على الاختيار الأصوات نفسها، ولكن هذه هي النتيجة. شكرا لكم. المجموعة الثانية بين عليهم أنهم ما كانوش راضيين على الأداء ديالهم، ولجنة التحكيم أعطتهم ملاحظة تقنية حتى على اختيار الأغنية.
المجموعة الثالثة كتكون من لمياء القنداوي من سلا اللي متبعة الدراسات الجامعية ديالها، وحفصة الصباحي الممرضة من الدار البيضاء. سامحتك 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 كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، سامحتك 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 كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعفي مني، ولكن لاني بحب الضمير. سامحتك 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 كتير كتير، وبحذرك لو الزمان كان غيرك. سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك. سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك، هبعد عنك واسيبك وانسى اني كنت حبيبك، هبعد عنك واسيبك وانسى اني كنت حبيبك. سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غير. سامحتك 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 كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، سامحتك 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 كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعفي مني، ولكن لاني بحب الضمير. سامحتك 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 كتير كتير. لمياء حفصة تبارك الله عليكم، أصواتكم بلا شك أصوات جميلة، سيرتو من غنيتو الأغنية ديال أم كلثوم اللي قبل جو بونس لمياء ياك لا قبل في قبل وي. أنا الصراحة ما كنشوفكمش في هذه الأغنية كاع،
كاين شي طلب اخر احسن كيليق عليكم بزوج وكيعطيكم فرصه باش تثبتوا الموهبه ديالكم والاداء. الخامه ديالكم بجوج انا من الناس اللي كنحبها يعني شخصيا، غير هو كانت بزاف ديال الحوايج كنا كنضايقوا منها في الوقيته ديال الورا، ما كنقولش باللي يمكن كان يمكن شويه خاص شويه ديال التمرينات زياده لو كانت عندكم الفرصه، وكي راكم عارفين الريتم ديال الايميسيون خاصكم تكونوا واجدين. انا شخصيا ما كنتش راضيه بزاف لانه من بدايه الاغنيه حتى النهايه كنتوا شويه خارجين على التون، وحاجه اخرى كان عندكم شويه نقص في الركوز في هذا، مي تبارك الله عليكم. كنتمنى ان شاء الله الا بقيتوا معنا في المره الجايه تاديو احسن واحسن، وغتكون عندكم فرصه اخرى ان شاء الله. هاد المشاركات غامروا في اختيار اغنيه سميحتك للفنانه اصاله نصري اللي تقدر ما تعطيهمش اضافه قويه للاداء ديالهم. لجنه التحكيم مقتنعه بالخامه الصوتيه ديالهم، لكن الاداء ديالهم كانت عليه ملاحظات من طرف اللجنه. اجي ونشوفوا المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه اللي كتكون من اكرم صفي الدين من سلا، التقني المختص في الرسم الصناعي، واحمد بيتو طالب جامعي ولاعب سابق باولمبيك اسفي، وسبق له تعرض لاصابه حرمته باش ما يكملش المسار الرياضي ديالو، لكن المجال الفني فتح ليه الباب عن طريق اورانج تالنت. الى ما جاتش بالقلم تجيب النغم. هاد الثنائي كونوا مجموعه متميزه، واليوم اختاروا اللون الطربي وغادي يديو اغنيه علي قرا للفنانه عليا. متغربين احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين. متغربين احنا متغربين احنا، تجري السنين واحنا جرح السنين. لحد قال خبر يفرحنا، ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا. لحد قال عنا خبر يفرحنا، ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا. بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى، وامسح دموعي في منديلك علي جرى. بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى، وامسح دموعي في منديلك علي جرى. وعلي جرى علي جرى يا ليلي يا جرح يا حب يا ليلي يا جرح يا حبي الحب دوبنا تهنا وتوهنا، الحب دوبنا تهنا وتوهنا. وتاهت المراسي بين النهار والليل، وتاهت المراسي بين النهار والليل. ما فاضلش غير دمعة مرسومة بالمناديل. بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى،
دموعي في منديلك علي جرى. بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى علي جرى علي جرى. احمد واكرم تبارك الله عليكم. هادو من الاغاني اللي انا عززني عليا شخصيا. اكرم كنتي صوتك لامع غنيتي سامبل وزوين. احمد كان عندك شويه البروبليم ديال التيمبو خصك هاد المره تركز عليه، مي عجبني احساسك في الاغنيه بزاف. الطبقه ديالك احمد يعني ما عندكش عذر، المشكله انه ماشي الطبقه ديالك، ومع ذلك يعني كان شويه ديال الاختلاف. ما عرفتش واش كيف قلتي نتايا صوتك عيان اوكي، ولكن راه تا هو راه الطبقه ماشي ديالو. مع ذلك فهاد المره انا بالنسبه ليا كنعطيها لاكرم. بالنسبه ليا كنقول انه اليوم اللي كان لامع بالنسبه ليا هو اكرم. انا شفت ان احمد صوت جميل تبارك الله، مي كاين واحد المشكل، هو لقيت ان اكرم لا فوا ديالو يعني بريون يفرض الوجود ديالها. مي تبارك الله عليكم، هادشي نقدر نقول. تبارك الله عليكم. لجنة التحكيم كانت راضية على الأداء ديالهم، رغم أن الطبقة الصوتية ما كانتش موالمة لأكرم، إلا أنه تعامل مع الأغنية بشكل جيد، وهذا الشيء نوهات به اللجنة. نشوفوا المجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة اللي كتكون من جيهان أباد وسومية المنور اللي يلاه حصلت على شهادة البكالوريا. هاد المجموعة من ساجمة وكيحسوا براسهم كيرتاحوا في اللون الغربي، هاد الشيء علاش اختاروا يؤديوا أغنية غربية Love on the Brain للفنانة ريهانا. Just to get close to you, can we burn something, baby? And I run for miles just to get a taste.
تبارك الله عليكم كنتوا هائلين. كل وحده فيكم عندها كاركتر ديالها، كل وحده عرفت اكسبريمي داك لا شونسون بطريقتها. تبارك الله عليكم كنتوا هائلين جدا، لا كصوت ككاريزما كحضور ككل شيء. برافو. انا هنا ما بقى عندي ما يتقال. انا بالنسبه لي هذا الجروب هذا غطى على كاع اللي دازوا، ويمكن يغطي على حتى اللي جايين. دو فاسون شكرا شكرا، لانه عاد باش استمتعنا حنا كنا فرحانين الفرقه اللور. انا جو بونس بلي هما هما كانوا مستمتعين، فالجروب كانوا تيعزفوا ديال بصح. سي ترو 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 بيان مانيفيك. وبزوج عندكم كل وحده عندها واحد الطريق، وحده السوفت وحده هارد. سي ايوا 55 عليكم. تبارك الله تبارك الله عليكم. المجموعة الخامسة أداوا الأغنية بمستوى عالي، وبهروا لجنة التحكيم اللي كانت فرحانة بزاف بالأداء ديالهم. المجموعة السادسة كتكون من عبد الرحيم أرميل من الدار البيضاء اللي كيترأس فرقة موسيقية، وحميد إيكو من خنيفرة طالب جامعي وكيحلم بالنجومية. هما بجوج اختاروا أغنية عصرية للفنان المغربي حاتم عمور، وهي أغنية حسبني طماع، واللي تدربوا عليها بشكل مكثف باش يأديوها مزيان في البرايس. حسبني طماع وباقي من حبك زيادة، حسبني طماع وبغيت نعيش في سعادة، أنا وانت والحب اللي بينا يزيد، أنا وانت واللي يحسدنا يتعادى. حسبني طماع وباقي من حبك زيادة، حسبني طماع وبغيت نعيش في سعادة، أنا وانت والحب اللي حميد. سي عبد الرحيم، انا حسستوني بحال محكوم عليكم انكم تغنيو. هذا هو المصطلح، كانوا جوج قدامي محكوم عليهم انهم يغنيو، ماشي باغين يغنيو. عقلتو ملي كنا نديرو لا ريبيتيسيون، جو قلت لكم هاد لا شونسون راه ما غاديش معكم. وشنو درنا اخرى؟ اش مغنيه درنا اخرى؟ درنا دنيا. ها دنيا ديال عصام كامل. ياك وقشرح شاعلين ياك انت الاساسي. قلت لك هادي غادي تجي مع الاصوات ديالكم، مع الفيزيك ديالكم، غادي شي يغطي على شي، وغادي تعطي واحد لو شو زوين. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوش هما هذوك، يعني كنت في لحظات كنت كنستمتع بكم، لحظات اخرى كنتو خارجين على التون، عندكم القفلات الكلام اللي كتقولوه في القفلات ما كنسمعوا والو، بحال كتقول العربه في الاول وصافي وخاصك تسالي منها ودوز للاخرى. لجنة التحكيم ما اقتنعتش بالأداء ديال الثنائي حميد وعبد الرحيم، وهذا الشيء كان واضح من خلال الملاحظات. واللجنة مازال مصرة بأن الثلاثي اللي تشكل في البرايم الأول هو اللي يمكن يوصلهم. إيوا أجي ونشوفوا المجموعة السابعة،
المجموعة السابعة كتكون من فتيحة مغناوي من سلا، الطالبة في الأدب الإنجليزي، وأحمد خلوفي الطالب الجامعي. غادي يغنيوا الطرب الأصيل واختاروا أغنية كوكب الشرق أم كلثوم في يوم وليلة. دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. خدنا حلوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو هو اللي كنت بتمنى شوفوا. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. لقينا روحنا على بحر الشوق، نزلنا نشرب ودوبنا فيه. ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا سوا العمر كله في يوم وليلة. ليلة 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 ليلة. فتيحة أحمد تبارك الله عليكم، برهنتولي هذاك الشيء اللي كان في الدماغ ديالي هو هذاك. ما بغيتش نفكر وشنو هما الأخطاء اللي كديروا بهذاك الشيء اللي درتوه زوين. رائع. فتيحة، أنت من نهار بديتي معنا كتقولي أنا فنانة تبارك الله عليك. أحمد حتى أنت لا ميم شوز، إحساسك زوين وأنت كتغني، كنحسك تتسافر شي بلاصة أخرى، كتبقى مغمض عينيك وماشي في داكشي اللي كدير تبارك الله عليك. بجوجكم مع بعضياتكم كنتوا واحد الديول اللي ناجح صراحة، ولكن في نفس الوقت كانت هي كتقول شي حاجه وانت كترد عليها، فداك الحماس اللي كيساعد الاخر انه انا ندير احسن، انت غدير احسن مني، غادي ندير احسن منك. سي كول. انا بالنسبه ليا هادشي اللي كنا باغيينو، انه في الاول وفي الاخر كنحكموا على كل واحد فيكم، ولكن كيبقى داك الحكم على الجروب نفسه. فانا بالنسبه ليا شكرا بزاف. المنافسه بين هاد الثنائي كانت قويه، الشيء اللي عطانا اداء متميز لهم بجوج واستحسان من قبل لجنه التحكيم. المجموعة الثامنة كتكون من هبة إسماعيلي بنت القنيطرة، وأيوب خليفي من سلا، العاشق ديال الجيتارة ديالو واللي ما كيفرقهاش. رغم أنهم اختاروا أغنية زينة لبابلون، إلا أنهم ما كانش بيناتهم انسجام كبير في التداريب، وهذا الشيء يقدر يعطي نتيجة سلبية لهم في البرايم.
غدوة تاني متمني يكتب بلي مكتوب ونكون حداك. آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي مواجود داني معاه. تب رياح الحب وعندك احضاني وداني وصاني وقلي حبيبك لا تنسى. ايه سينا ما درت فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقيناها. يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما بالقمر بعيونك ضويتي. قالوا عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لنا شهرتي. قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سويتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي على شهرتي. وإيه سينا ما دريتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا سينا ما دريتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. درتي فينا أنا وقلبي وصلنا لك ما لقينا. هبة العلوي وأيوب خليفي. انا اليوم فاجئتوني بزاف لانه في لي ريبيتيسيون كنا كنقولوا انكم تقدر ما تجيوش مع بعضياتكم لان كاينه كيوت زوينه وانت ما شاء الله عليك صوتك ما شاء الله. كنت خايف على هبه صوتك زوين في دي بوين كنتي انت باينه لا ما مزيان. هو تقريبا طول الوقت كان تيحاول انه يغني داكشي ديالو ويعاونك في نفس الوقت. وشكرا لهاد الروح اللي فيك زعما صراحه انا هاد الروح هادي ما كتلقاهاش بزاف الا في لي ديو اللي كيكونوا فعلا شحال من عام وما كيغنيو مع بعضياتهم. فتبارك الله عليكم. شكرا شكرا. كنتوا هائلين وكنتوا في المستوى وواخا هي لاقام هابطه عليها غير بزوج بكم كاين واحد الحاجه صافا با خاصكم تردوا لها البال هو لاغيتميك. كتزربوا تحاولوا تشدوا لاغيتميك. فوالا هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. شكرا لجنة التحكيم عجبوها هاد الثنائي اللي كلشي ما كانش كيتوقع منهم هاد الأداء الجميل. إوا دابا بقاو لينا جوج المجموعات نتعرفوا على المجموعة التاسعة. المجموعة التاسعة كتكون من بشرى شكير من الدار البيضاء اللي عندها تجربة لا بأس بها في المجال الغنائي وأميمة ظريف من القنيطرة. أفراد هذه المجموعة انسجموا في التداريب بشكل ملحوظ وصحابهم كيتنبؤوا لهم باش يمروا بجوجهم لنصف النهائي واختاروا أغنية شرقية للفنانة بوسي آه يا دنيا.
الاختيار ديالها كان زوين، كان اختيار مع انه حنا كنا كنعلقوا انه دائما الاختيارات كانت خايبه في مرحله معينه في ما بين لي جروب. هذا الاختيار هذا كان ملائم لكم بجوج. وميما المره اللي فاتت انتي كنتي ضعيفه وقلتها لك، قلت لك باللي، ولكن الحمد لله اني عطيناك فرصه اخرى. اليوم تبارك الله عليك. عندي غير واحد الملاحظه، ما عرفتوش تعجبكم ولا تعجبكمش، ان الاغنيه كانت مزيانه، كنتوا كنتوا تعرفوا تغنوا، تبارك الله عليكم. بشرى، انا من المحبين ديال الصوت ديالك، عندك واحد البحه زوينه بزاف، اديتوها بشكل جيد وكانت زوينه عليكم وفرحتونا ونشطتونا، فميرسي بوكو. شكرا. اللجنة كانت فرحانة بالأداء ديالهم، والفرصة اللي عطات لجنة التحكيم لأميمة كانت في محلها، واليوم بينت على قدرات فنية كبيرة. بقات لنا المجموعة العاشرة، نشوفوا شكون فيها. المجموعة العاشرة كتكون من جوج أصوات متميزة، محمد أمين الوراق من الرباط ونفسة متوكل من مكناس. هاد الأصوات نوهت بهم لجنة التحكيم في البرايم الأول، واختاروا يؤديوا أغنية أمري لله للفنانة نعيمة سميح. محنتيني وشفيتيني وغريتي بيا، كانت قوى بالنار وانا قلبي محتار، كانت قوى بالنار وانا قلبي محتار، فايض من صهد النار، ويه 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 هاد النار شكون يطفيها، خاطري عملتي دي بيها وكيف نقدر نصحى بيها. نوفيسا غلب عليها لوتراك، واللجنة فهمت الوضع ديالها، وباش ما يضيعوهاش حاولوا يعطوها فرصة أخرى.
تهب علي نسمة ولا سهرتني بالليل الجود بالنهار برحمك ولا سهرتني بالليل الجود بالنهار برحمك نفيسة محمد أمين. غادي نبدأ بمحمد أمين. تبارك الله عليك، أنا ديما تنقول لك أنت ما شاء الله عليك صوتك فخم، واللون اللي أنت كتأديه كيجي مع صوتك. نفيسة أنت عارفة كل شيء دابا، عارفة باللي لا شونسون ما جاتش معاك والطبقة ديالك هابطة، كتغني بملل ماشي بواحد لا جوا، واحد واخا لا شونسون يعني غاديه فيها شجن، ولكن ما بهرتينيش يعني ما عطيتينيش يعني غير كتغني وصافي، ما كنسناو غير فوقاش تسالي. شوف هاد المره ما قادرينش نلقاو لك عذر، مع الاسف مع العلم انه انت صوتك عاجبنا بزاف. لجنه التحكيم كانت مقتنعه باداء محمد امين، لكن الاداء ديال نفيسة خيب امال عبد الفتاح القريني وجميله البدوي وجلال الحمداوي، وتاسفوا بزاف على الموقف اللي وقع ليها خلال البرايم، شي اللي يقدر يخليهم يتخذوا قرار ماشي في صالحها. لحظات قليلة ونعرفوا شكون هما العشرة اللي غادي يوصلوا معنا المشوار في المسابقة. لجنة التحكيم مهمتها هاد المرة غادي تكون صعيبة باش تعطينا عشرة ديال المواهب اللي غادي تأهل للطور نصف النهائي من مسابقة أورانج تالنتس. بشرى، خديجة، كنتو نتوما الأولين وكان النيفو ديالكم من الأول كان زوين، كنا شايفينكم في الاول فاش يلاه غنيتو احسن ناس، ولكن الجروبات اللي جاوا من بعدكم هما كانوا مجدين. مع الاسف انه انا غادي نضطر، ما غاديش نطول عليكم، ولكن للاسف نتوما بجوج ما معناش، ما انتقلتوش للمرحله الجايه، ولكن كنتمنى انه نشوفكم عاوتاني. يوسف ويوسف كنا ديجا تلاقينا في لا ريبيتيسيون وقلت لكم هاد لا شونسون اللي ديروها ماشي هي اللي عطاتكم هذاك الليفل فوق باش تقدروا تدوزوا. للاسف ضيعتوا الفرصه بزوج بكم، ضيعتوا الفرصه، فرصه زوينه للاسف ما غاديش تدوزوا معنا بزوج. هذا لا يعني ان الطريق راه باينه، راه كاين سيزون 2، كاين بزاف ديال الحوايج، مي الاختيار ديالكم كان غير موفق نهائيا نهائيا نهائيا. كنعتذر منكم وسمحوا لي بزاف. مشكل. تبارك الله عليكم. انا عارفه الموقف اللي نتوما فيه حاليا، اليوم كنت كنتمنى انكم تكونوا افضل، لأن في المرة اللي فاتت كل واحدة فيكم كانت قوية في جروب معين. نتمنى نشوفكم مكملين وتخدموا على ريوسكم مزيان، لأنه باقي قدامكم بزاف ديال الحوايج وباقي قدامكم الوقت لأنه باقي صغار.
كنعتذر منكم بجوج ما غاتزيدش معنا. شوي ديزول. صعيب عليا هذا الموقف بزاف باش انني نقولوا لكم وتحطيت فيه انا. اسمحوا لي بزاف ما غاتزيدش معنا. احمد واكرم بقينا كنحاولوا كيفاش ما نظلمو حتى شي حد. احمد اليوم مع انك اختاريتي الاغنيه وطبقها كانت ديالك فكنا مفروض انه انت اللي يكون عندك يعني الافونتاج. اكرم اشاك فوا انت كتوقف قدامنا تتغني بطريقات يعني مرتاح وكتريحنا حتى حنايا باين باللي انت عندك اكسبيريونس باين. فتبارك الله عليكم اكرم ثلاث قمه. خليكم بلاصتكم. احمد بغيت منك انك ما يكونش هذا هو اخر مره نشوفك فيها لأنه هذه ماشي آخر مرة نشوفك فيها. هذا النهار تبارك الله متعتونا بزوج يعني داك الشيء كان فوق المستوى خيال خيال العلمي في الموسيقى تبارك الله. للأسف قانون المسابقة هكذا داير ماشي حنا ولكن الله غالب غادي يبقى معنا. تبارك الله عليكم نلبيكم تبارك الله عليكم مبروك عليكم تبارك الله عليكم زوج برو زوجكم تبارك الله عليكم زوجكم برو. حميد وعبد الرحيم كنتمنى انه شو ما كانت النتيجه نبغيكم تبقاو مستمرين في داكشي اللي كديروه لانه اليوم صراحه خيبتوا املنا فيكم واحد شويه. الشخص اللي غنقول سميتو دابا هو اللي غادي يغادرنا اليوم للاسف. غادي نضطر نقول حميد وعبد الرحيم جوج بكم. احمد فتيحه في هاد الديو ديالكم كان زوين ولكن واحد كان باين اكثر. مشكلتي انه كان حتى الجروبات الثانيه كتنافسوا معكم في نفس الوقت اللي انتم كتنافسوا فيه مع بعضياتكم. عاونتوا بعضياتكم في واحد لا بارتي كانت زوينه بزاف استمتعت بها بزاف. احمد بالنسبه لي ديما كل مره عندك داك لو ستيل ديالك عندك داك التامبر ديالك فم مميز. دي فوا كنبقى كنتسنى امتى تدخل باش نسمعك. فاتحه كتغني بصوتك ولكن في نفس الوقت كتغني تب كلك كتغني كتربينا. المهم في الاخر انا غادي نختار الشخص اللي غيبقى معنا واللي حنا ديما كنتسناو منه انه يدخل ويعطينا كاع داكشي اللي عنده في الغناء هو احمد. مبروك لك احمد اخويا. شكرا لك. شكرا لك. رجع فاتحه رجعي. أرجو تنزير هذا الاستماع. شكرا لك. أيوب هيبة بزوج بكم تبارك الله يعني درتوا واحد المجهود كبير. فالشخص اللي غادي نقول دابا الاسم ديالو هو اللي غادي يغادرنا. ديزولي هيبة ديزولي أبهرتينا كاع في هذا الشيء اللي غنيتيه وكنتي يعني متألقة وسمعناك بالصوت ديالك في أغاني أخرى واللاغام ديالك الصحيحة اللي كتغني عليها سيتي تخو بيان. مبروك أيوب ألف مبروك. كنتي مزيان كنتي هائل مي هذا لا يعني أن المرة الجاية غادي يكون عندك الحمل ثقيل بزاف. بارك الله عليكم. بشرى وأميمة
نتوما اليوم غنيتو بجوج. اختاريتو اغنيه اللي عجباتكم ودرتو مجهود انكم تغنيوها مزيان. بون الاسم الاول اللي غادي يدوز معانا ان شاء الله المرحله الجايه أميمة. مبروك عليك. باقي ما ساليناش. مبروك عليك، تستاهلي لأنه أنت مجتهدة ودرتي خدمة اللي برهنتيها لنا قدامنا وغنيتي زوين وتستاهلي أنك تدوز المرحلة الجاية. نتمنى أن نشوف حوايج اخرين منك لانه كل ما جلستوا معنا كل ما غادي نكتشفوا فيكم حوايج اخرين بغيو نشوفوهم. بشرى حتى هي راه دايزه. انتما بجوج غادي تدوزوا. مبروك عليك. شكرا لك. شكرا. انا اللي غادي كلفوني باش باش نعطي هاد النتيجة. نفيسة راه كيعرفها حنايا، عزيز علينا صوتك، الشخصية ديالك، كنا حابين نسمعوك في بزاف ديال الحوايج ماشي غير في أغنية مغربية. صوتك اليوم كان كيف ما العادة زوين، ولكن الطريقة اللي أديتي بها كانت إلى حد ما ضعيفة. محمد أمين دائما عندك داك كل مره كتبين لنا بلي عندك كسر. غادي نضطر نعطيكم النتيجه ايا كان، ان شاء الله نبغيو نشوفو عاوتاني. اللي غادي نقول سميتو هو الشخص اللي ما غاديش يبقى معانا. نفيسة ديزولي، كنتمنى نشوفك عاوتاني. كنتمنى نشوفك انت. في هذا البرايم عشنا لحظات مشوقة مع المواهب ديالنا اللي عطاونا كوكتيل متنوع من الأغاني، والمشاركين فيهم اللي ما حالفهمش الحظ وغادي يغدرونا، وفيهم اللي توفقوا وبقوا معنا وحلم النجومية غادي وكيكبر مع المؤهلين باش واحد فيهم هو اللي غادي يفوز بلقب أورانج تالنتس 2017. موعدنا مع البرايم الثالث من مسابقة أورانج تالنتس يوم الجمعة 25 غشت 2017 ابتداء من 8 مساء على أورانج تالنتس بوائمة أو على صفحة أورانج تالنتس. أورانج تالنتس المساند الرسمي للمواهب المغربية.